إبراهيم قالي زعيم البوليزاريو بعد منين ما بغى تستقبل أي دولة أوروبية، هو في حالة مرض ريك مشاوه الكوبو، مشاته الجزائر سور كوبو في رحلة علاج. لا انصار البوليزاريو معاكم طلبوا له مولانا، احنا رانا طالبين له، طالبين الله يشافيه مسيكين يعليقي مع شي من المحن. السلام عليكم الاخوان، حياكم الله، معكم اخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة على الشعب المغربي العظيم، اخر الاخبار واخر التسريبات واخر النقاشات كتقول على ان ابراهيم غالي زعيم البوليزاريو كيتواجد حاليا في كوبا من اجل العلاج، وكيتعالج من مضاعفات مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله. غنسمعوا بعض التسريبات صوتيات ديال صحراوي المخيمات كيتحدثوا كيتناقشوا في خبر نقل ابراهيم غالي الى كوبا من اجل العلاج، وكيكذب خبر اللي كيقول على ان ابراهيم غالي كيتواجد حاليا في مخيمه تندوف، والبعض منهم قال على ان ابراهيم غالي كيتواجد في تندوف المدينه، وهذه كل اخبار كاذبه واشاعات. نسمعوا التسريبات ديال نقل ابراهيم غالي الى كوبا من اجل العلاج. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابراهيم غالي والله بن مطلوش زعيم البوليزاريو بعد منين ما بغى تستقبل اي دوله اوروبيه، هو في حاله مرض ريك مشاوه الكوبو، مشاته الجزائر سور كوبو في رحله علاج. لا انصار البوليزاريو معاكم طلبوا له مولانا، احنا رانا طالبين له، طالبين الله يشافيه مسيكين يعليقي مع شي من المحن. السالكة طلع يقول ان ابوكم منين الحق، هذا كنت مرحبا سلكو هاك لباس اخر او انا قاعد عندي الاخبار، ما هذه هي بان الله عندي اخبار ثانيه، ما هذه هي عندي اخبار عنه راه الشور كوبو يدوى في مضيعو ياك سرطان المعده ولا سناك نبتو. يا مرحبا سلكو شحالك هاك لباس، انا نستبعد عنه في تندوف بيا علاه، نقول لك علاه لاني انا عندي معلومات عنه الشور كوبو. المسألة الثانية هو لو كان اللي في تندوف هما داروا الاحتفال وطال سواز قاري تواز وقاي، ولا زاهم سب شي، لا زاهم ريك رواية سب يطيحوا عليها، يعملوا كون يعود قايس بشار اللي هي طال سواز قاي، هما طاسوا ليها زوقايات ماشي من شفت هذا من جانب هواية حضور وقياب، بس يعني ما لقاه هو قياب وحضوره، لا ما بالنسبة لي أنا بعد الله كيف تمحقنا الرواية وتوف ميال ما يعادل قضية الضحايا وقضية اللي اقترحت عليهم انت على انهم يعدلوا شي معاهم وذيك اللي فين باقيين معاهم واهاليهم وكذا، هو قاعد خطاب محمد، كلمة محمد عبد العزيز اللي عدى في المؤتمر الثامن للصلح منين قال عن الجبهة مات لباقي عنها وفات من سجل الرشيد، وفات من سجن الرشيد ذاك الملف طنطبو وعليها عادت معهم صلح، وعنها باقي عندها 45 لقاش فقط لا أزيد ولا أنقص. إذن هذيك 45 ما مرقت ولا أنشلها لهم قال أنها ماتت، إذن هذيك 45 قاع هي منين ضريك، هذي قاع هي العبرة الثانية، ولا هو قايلها ما هي قايلها مثلا ما هي معلومات مصدرة من من من, من, من يعني خطاب كلمة محمد عبد العزيز في المؤتمر الثامن اللي منكم يعقل عليها، واللي قال على أنه الملف انطوى وعن باقي عندهم 45 لقاش، هذيك 45 لقاش كان مشكوك على أنها لا حد مريض ولا حد مزال فيه رواية ولا عنده